انصدمنا بواقع انه في عدد كتير كبير من الخريجين واللي بسبب او لاخر ما فيهم يروحوا على الشام، ما فيهم مثلا مشاكل امنيه، مشاكل سياسيه، مشاكل اخرى تحول دون السفر الى دمشق. اساسا يمكن عمليه التعديل نفسها، يمكن امتحان التعديل يمكن اكثر من سنه سنتين تاجل حتى، يمكن لهيك تراكم عدد منيح من الخريجين، خريجين او حاملي الشهادات الاجنبيه من الصيادله، من الاطباء، اطباء الاسنان، واللي كانوا بحاجه الى حل لوضعهم. بعد انشاء اكاديميه العلوم الطبيه روجافا في الاقليم صار عندنا في هيك جهه، وهي جهه بامكانها ان تقوم بعمليات التعديل. طبعا تم تخريج دوره، هالدوره كمان تقريبا صارت بشكل امتحان للتعديل، وبالاضافه الى تعديل ساعات النقص او دراسه وضع الطالب من حيث نقص ساعات الدراسه. التعميم الجديد اللي مطالعينه هيئه الصحه مشان موضوع التعديل لهم حق فيها، بس هل يا ترى في مؤهلات واكاديميين مشان تعديل الشهاده؟ ومو واضح لحد هلا انا كطبيب ما اعرف مين بده يعدل، الاطباء القدامى، الاطباء الجداد، خريجين الجامعات السوريه ولا خريجين الدول الاجنبيه؟